النهارده في الحقيقه ذكرى رحيل عميد الادب العربي طه حسين صاحب الابداعات العظيمه زي دعاء الكروان، الايام، المعذبون في الارض، وبيعتبر رائد من رواد الادب الحديث في وكمان حركه التنوير في مصر والعالم العربي. في ذكرى رحيله تعالوا نشوف هذا التقرير. في مثل هذا اليوم رحل الأديب طه حسين، عميد الأدب العربي ورائد التنوير في مصر والوطن العربي. تعلم طه حسين اللغة العربية وحفظ القرآن بعد أن التحق بكتاب القرية، وفي عام 1902 التحق بالأزهر ونال شهادته. ولما فتحت الجامعة المصرية أبوابها عام 1908 كان أول المنتسبين إليها، وظل يتردد على الأزهر حتى عام 1914، وهي السنة التي نال فيها شهادة الدكتوراه، وكان موضوعها ذكرى أبي العلاء التي أثارت ضجة في الأوساط الدينية. ولد طه حسين بقرية الكيلو قرب مغاغة بمحافظة المنيا في 24 من نوفمبر عام 1889، ولما بلغ 4 من عمره أصيب بالرمد وفقد بصره. حصل على دبلوم في الحضارة الرومانية من الجامعة المصرية في عام 1919، وتم تعيينه أستاذاً للتاريخ في الجامعة ذاتها، وعين عميداً لكلية الأداب في الجامعة المصرية عام 1928. كذلك تم تعيينه وزيراً للتربية والتعليم عام 1950، وبقي في هذا المنصب حتى عام 1952، وتمكن من وضع شعاره التعليم كالماء الذي نشربه والهواء الذي نتنفسه. من أبرز مؤلفات طه حسين الأيام ودعاء الكروان والمعذبون في الأرض وكتاب مستقبل الثقافة في مصر، كما أصدر كتاباً بعنوان الصفحات المختارة من الشعر اليوناني الدرامي. حصل طه حسين على جائزة الدولة التقديرية في الأدب العربي عام 1959، وفي عام 1965 حصل على قلادة النيل الكبرى، وهي أرفع وسام في مصر، وحصل في آخر عام 1973 على جائزة من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كان قلب طه حسين متعلقاً بتراب وطنه، فحرص دائماً على قيادة معركة التنوير والسمو الفكري للمجتمع، وكان يأمل دائماً في أن يرى مصر تستعيد أرضها بعد نكسة عام 1967، فأراد الله أن ينال طه حسين هذا الحلم قبل رحيله، حيث شهد انتصار أكتوبر عام 1973، وبعدها ب 22 يوماً فقط رحل عميد الأدب العربي عن عالمنا.